بإمكانيات بسيطة ومتواضعة وبحضور عدد من مدراء العموم في المحافظة، دشن مكتب الصحة والسكان حفلا تكريمي لعدد من المراكز الصحية في مديرية زنجبار. جاء هذا التكريم اعترافا بالجهود والخدمات العظيمة التي تقدمها هذه المراكز لعدد كبير من المواطنين. وعلى الرغم من عدم توفر الإمكانيات في هذه المراكز الصحية ونقص كبير في الأدوية، إلا أنها تصر على تقديم خدماتها اليومية. كرمنا مستشفى زنجبار، كرمنا مركز الأمومة والطفولة في زنجبار، كرمنا الوحدة الصحية الشيخ عبد الله، كرمنا عاملة مثالية على مستوى المرافق الصحية في المديرية، كرمنا مشرف التحصين بالمديرية. الأطباء المكرمون عبروا عن سعادتهم بهذا التكريم الذي جاء اعترافا بمكانتهم العظيمة. أنا بهذا اليوم طبعا أشعر باعتزاز بالنسبة لي ولزملائي، لأني ليس أنا أعتبر نفسي كجزء يعني من الفريق اللي معي بهذا التكريم. حسينا بأن في يعني ناس لم تنسى دورنا الذي قمنا فيه به، وأنهم عززونا فيه به وقدموا لنا هذا التكريم الذي طبعا يعني رفع من معونيتنا. ويظل الوضع الصحي في أبين بحاجة ماسة إلى الكثير من الإمكانيات المادية والمعدات الطبية والكوادر التخصصية وزيادة عدد المراكز في عدد من المناطق التي تفتقر إلى الرعاية الصحية. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.